السلام عليكم طلابنا الأعزاء. Hello and welcome to today's episode of the language review 1. طبعا سيتم في هذه الحلقة شرح هذه القواعد المهمة الموجودة في 1.5 of student's book page 4 في الصفحة رقم 4 من كتاب الطالب. سيتم شرح هذه القواعد بشكل واضح مع الأمثلة اللازمة. هنا نبدأ بأول قاعدة وهي مقارنة الصفات comparative and superlative adjectives، يعني مقارنة الصفات بين اثنين وكذلك التفضيل المطلق بين أكثر من اثنين. نبدأ بمقدمة سريعة عن استخدام الصفات في اللغة الإنجليزية. عادة ما تستخدم لوصف أشخاص أو أشياء أو حيوانات أو أماكن أو وغير ذلك. عادة ما تأتي بعد الأفعال المساعدة مثل is, am, are, were, was. مثلا he is tall, she is pretty, is fast, they were sick, it was old. نلاحظ أن هذه الصفات tall طويل, pretty جميل, fast سريع, sick بمعنى مريض, and old عجوز أو كبير في السن. إذن هذه الصفات عادة أتت بعد الفعل المساعد اللي هو فعل الكينونة أحد هذه الأفعال. أيضا نستخدم أحيانا الصفات لمقارنة بين اثنين، بين شيئين أو شخصين وهكذا. تسمى المقارنة في هذه الحالة بـ comparative، أي بين اثنين. عندما نقارن بين أكثر من اثنين نسميها superlative، أي تفضيل مطلق كما تشاهدون هنا في الجدول. طبعا هناك مجموعة من القواعد لهذه الصفات أو هذه المقارنة نوضحها في هذا الجدول. هناك شيء مهم، الصفة لازم ننتبه، أحيانا تكون من مقطع واحد وأحيانا أكثر من مقطع. أيضا يجب أن نعرف what's the meaning of syllable. Syllable بمعنى مقطع. كيف أعرف أن الصفة فيها مقطع واحد أو مقطعين أو ثلاثة؟ نعرف ذلك من خلال عدد الحروف الصوتية المنطوقة في الصفة. مثلا كلمة old tall هي فيها حرف صوتي واحد اللي هي هنا O وhere A، فالحروف الصوتية المقصود فيها A E I O U كما تعرفون، وتسمى بالفاولز الحروف المتحركة، لها اسم آخر أيضا. إذا كانت الصفة من مقطع واحد مثل old, tall, small أيضا، نأتي بالاسم الأول وبعدين الصفة نضيف لها er. كلمة than هنا مهمة وثابتة بمعنى من، أطول من، أكبر من، وبعد ذلك الأخير الصفة أو الشيء الآخر لنقارنه. إذن هنا الشيء الأول وهنا الشيء الثاني، أو الشخص الأول والشخص الثاني وهكذا. في حالة التفضيل المطلق نبدأ هنا بالشيء الذي نريد مقارنته ونضيف ذا بعدين للصفة، نضيف لها est. هذا في حال إذا كانت الصفة من مقطع واحد. Let's see these examples. Ali is older than Khalid. Of older than. Ali أكبر سنا من خالد. أضفنا الصفة er لأنها مقطع واحد. This is like a comparative. Of old, older than. Tall, taller than. تفضيل مطلق نضيف est إلى الصفة. The oldest, the tallest. صالح is the oldest in the family. صالح هو الأكبر سنا في العائلة. أروى is taller than نجوى. أروى أطول من نجوى. Then taller than er. Summer is the tallest in class. هذا تفضيل مطلق، هي الأطول في الصف. The tallest.
طبعا هنا ملاحظة مهمة، الصفات التي تتكون عادة من مقطع واحد تنتهي بحرف ساكن قبل هذا الحرف حرف متحرك، عادة ما يتم فيها تضعيف أو تكرار للحرف الساكن قبل إضافة الـ ER أو الـ EST. مثلا بيك انتهت بحرف ساكن اللي هو الجي وقبله حرف متحرك وهي من مقطع واحد one syllable، إذن double G E R. bigger than التفضيل المطلق the biggest double G E S T. نفس الشيء fat fatter than the fattest أسمن من الأسمن. إذن هذه ملاحظة مهمة وهنا بعض الأمثلة عليها. Look at these examples. My house is bigger than your house. Bigger than. This is the biggest bag in the shop. The biggest. أكبر حقيبة في المحل. أو الحقيبة الأكبر. He is fatter than his brother. وأسمن من أخيه. Fatter than. Ali is the fattest student in class. The fattest. أيضا إذا كانت الصفة تنتهي بحرف الواي وقبل الواي تنتهي بحرف الواي تتحول الواي إلى I ونضيف ER إذا كان تفضيل comparative بين اثنين، أو إذا كان تفضيل مطلق نضيف EST. إذن happy انتهت بالواي، easy أيضا انتهت بالواي، happier easier. The happiest, the easiest. هذه مهمة أيضا أن الصفات التي تنتهي بالواي وأحيانا في الاختبارات الوزارية تأتي إكمال فراغات وأشياء شبيهة. نأخذ بعض الأمثلة. Look at these examples. She is happier than her sister. Look, happier than. أسعد من أختها. I would like to be the happiest person in the world. أحب أن أكون أسعد شخص في العالم. The happiest. This exam is easier than the last one. Easier than. أسهل من. تحولت look. Look, look here. تحولت الواي إلى I. Here I. أيضا نفس الشيء. I answered only the easiest question. أجبت فقط على السؤال الأسهل. إذا ننتبه لهذه الملاحظة. ننتقل إلى الصفات الأكثر من مقطع كما قلنا، أي فيها أكثر من حرف صوتي. More than one syllable. مثلا interesting, beautiful, dangerous, convenient. هذه الصفات فيها أكثر من حرف صوتي منطوق. مثلا interesting الآي والإي والإي والآي فيها أربع مقاطع four syllables. Beautiful فيها ثلاثة مقاطع لأنه الـ E والـ A والـ U مع بعض تعتبر مقطع واحد one syllable وهكذا. إذن إذا كانت الصفة أكثر من مقطع بين اثنين نضيف more بعدين الصفة. Interesting like more interesting. إذا كان التفضيل المطلق نضيف the most. The most interesting. Beautiful more beautiful. The most beautiful. Dangerous بمعنى خطير. More dangerous, the most dangerous. إذن هنا more بين اثنين the most. Convenient أيضا أكثر من مقطع. More convenient. Convenient يعني ملائم أو مناسب. The most convenient. Let's see these examples. نأخذ بعض الأمثلة. This trip is more interesting than the last one. إذن هذه الرحلة more interesting. لا نقول interestinger the interestingest. No. This is the most interesting trip in my life. هذه أفضل رحلة أو أروع رحلة في حياتي. The most interesting. This is a superlative. تقدير مطلق. Our house is more convenient than. هنا خطأ. خطأ إملائي يجب أن تكون than our uncle's house. إذن بيتنا أكثر ملائمة من بيت خالنا. This is the most beautiful flower in the shop.
هذه الوردة خذ الوردة الأغلى أو الأكثر جمالا في المحل the most beautiful. إذا الصفة أكثر من مقطع بين اثنين comparative نقول more، بعدين الصفة أكثر من اثنين the most بعدين الصفة. هنا في صفات شاذة لا ينطبق عليها er ولا est ولا more ولا most، مثلا good better the best جيد أفضل الأفضل bad worse the worst سيء أسوأ من الأسوأ. إذن هنا لازم أيضا يكون هنا than هي ثابتة كما قلنا. far اللي هي بعيد farther the farthest much or many المعدود وغير المعدود يعني كثيرا more the most few قليل لكن معدود fewer. هنا the least صحيح أضفنا er لكن هنا the least little قليل بس غير معدود less the least. إذا هذه صفات الشاذة نأخذ أمثلة عليها وركزوا عليها في الاختبارات الوزارية. The weather today is better than the weather yesterday. الطقس اليوم أفضل من الطقس يوم أمس. عامر is the best student in class. Look the best. لم نقول the goodest. تقدير مطلق لأن الصفة شاذة. The weather this year is the worst ever. الطقس هذا العام هو الأسوأ على الإطلاق. The worst. Students in our class are fewer than students in your class. أقل من عدد الطلاب في فصلنا أقل من عدد الطلاب في فصلك. إذا هذه هي القاعدة الأولى. ننتقل إلى القاعدة الثانية بمعنى مقارنة الصفات في حالة تشابه. يعني إحنا هنا نقارن taller than bigger than أطول من أكبر من عندما تكون هناك تفاوت، عندما يكون هناك تفاوت أو اختلاف بين الشيئين الذي نقارنهم. لكن أحيانا نجد أن هناك تشابه وليس اختلاف، إذا نستخدم عادة as بمعنى ك أو كمل، وتكون إذا نستخدم عندما يكون هناك تطابق أو تشابه في المقارنة بين شيئين أو شخصين أو مكانين نستخدم as والصفة في الوسط. وهنا في حال النفي نضيف كلمة not، انتبهوا في الاختبار not هي قبل as الأولى وليس بعدها. مثلا علي وسامي بنفس الطول نقول علي is as tall as Sammy، يعني علي وسامي بنفس الطول. as و as بينهما صفة دون أي شيء. نأخذ أمثلة على ذلك. My house is as big as your house. بيتي بنفس كبر بيتك، يعني لا يوجد اختلاف هنا وقد تشابه إنه نفس بيتي وبيتك بنفس الكبر. Our class is as beautiful as your class. فصلنا بنفس جمال فصلك. سماح is as smart as أروى. سماح بنفس ذكاء أروى. وهنا أضفنا جملة في حالة النفي، انتبهوا نقط قبل الأز الأولى. في الاختيارات في الاختبار الوزاري أحيانا يركزوا على هذا الشيء، بعض الطلاب يجاوب بشكل خاطئ. My watch is not as expensive as your watch. نقط قبل الأز الأولى. ساعتي ليست بنفس غلاء ساعتك. أيضا نستخدم هناك قاعدة جديدة في المقارنة في حالة تشابه فقط وليس التطابق. مثلا نقول the same بعدين as. the same بمعنى نفس. مثلا الاسم الأول أو الشيء الأول بعدين not كما قلنا في حال النفي not the same بعدين اسم. إذن the same يأتي بعدها اسم وليس صفة، انتبهوا. as و as في القاعدة السابقة يأتي بينهما صفة بين as و as adjective، لكن بعد the same هي الأسئلة تتكرر كثيرا في تصحيح الأخطاء أو أسئلة اختيار متعدد في الاختبارات الوزارية، انتبهوا لها. وهنا as بعد النون وهنا الاسم الثاني.
مثلا my sister is the same length as me. لا نقول the same height or the same long. لا, in the same بعدها اسم بنفس الطول, بنفس العرض, بنفس الارتفاع. Let's see these examples. My cousin is not the same age as me. The same age, لا نقول the same old. My car is the same color as my cousin's car. سيارتي بنفس لون سيارة ابن عمي. Building 1 is the same height as building 2. المبنى رقم 1 هو بنفس ارتفاع المبنى رقم 2. The same, بعدين اسم, noun, بعدين as, والاسم أو الشيء الثاني الذي نقارنه. هنا ملاحظة مهمة, قد نستخدم أحيانا the same, تأتي أحيانا في نهاية الجملة. نقول these two colors are or aren't the same. هذان اللونان نفس بعض, نفس بعضهما أو ليس نفس بعضهما. نعم, انتهينا إذا من هذه المقارنة لاستخدام the same الذي قلنا أنه يأتي بعدها noun. وهنا قاعدة جديدة, المقارنة في حالة التشابه والاختلاف. أحيانا نستخدم like and unlike عندما نقارن الصفات وفيها شيء من التشابه بين شخصين أو شيئين. مثلا نستخدم like بمعنى مثل أو كمثل, لكن عندما نقارن بين شيئين مختلفين نستخدم unlike بمعنى على خلاف. مثلا أنا وأبي نشترك في حب الموسيقى, كيف نعبر عن ذلك؟ نقول like my father I like music, يعني مثل أبي أنا أحب الموسيقى, يعني هناك تشابه بيننا. لكن عندما نختلف أنا وأبي, أنا أحب الموسيقى وهو لا يحب أو العكس, نستخدم unlike وتأتي بمعنى على خلاف. مثلا unlike my father I don't like smoking. انتبهوا في الاختبار, عندما نستخدم unlike لازم يكون الجملة الثانية فيها نفي أو عكس الجملة الأولى, لأن القصد هنا التعبير عن الاختلاف, أي بمعنى على خلاف أبي لا أحب التدخين. Look at these examples here. Like my father I'm interested in sports. مثل أبي أنا أحب أو مهتم بالرياضة, يعني أنا مهتم وأبي مهتم أيضا. لكن هنا unlike my father I'm not interested in sports, على خلاف أبي فأنا غير مهتم بالرياضة. إذن unlike لازم تكون فيها نفي أو شيء مخالف في الطرف الثاني من الجملة. هنا أيضا قاعدة أخرى تخص المقارنة في حال الاختلاف والتضاد بين شيئين, لكن نستخدم although بمعنى على الرغم, however بمعنى على كل. نستخدمها عندما توجد علاقة غير متوقعة مثلا بين طرفي المقارنة, نستخدم however بمعنى على كل. عادة تكون هذه وسط الجملة, تسبق بنقطة وتبدأ بحرف كبير وبعدها تأتي فاصلة. although بمعنى على الرغم من, وعادة تأتي في بداية الجملة في أغلب الأحوال وقد تأتي في نهاية الجملة نادرا. مثلا he studied hard however he didn't pass the exam, يعني هو درس بجد أو اجتهد أو باجتهاد لكنه لم يجتاز الامتحان. هنا علاقة غير متوقعة, يعني مفترض أنه ينجح ويحصل على درجات أكبر. although he studied hard, نفس الجملة, he didn't pass the exam, الرغم من أنه اجتهد إلا أنه لم يجتاز الامتحان, أي علاقة غير متوقعة. then however although تقريبا بنفس المعنى لكن في اختلاف في موقعها في الجملة, هنا عادة وسط الجملة ومن غير الممكن أن تبدأ فيها الجملة. although تبدأ فيها الجملة في البداية ويكون كوما في الوسط. Let's see these examples. although she was exhausted sleep didn't come, على الرغم من أنها كانت منهكة أو متعبة جدا إلا أن النوم لم يأتي, المفترض أنها تنام بسهولة لأنها متعبة, but علاقة غير متوقعة.
They are rich, however, no one knows about them. الرغم من أن هما أغنياء أو هم أغنياء، وعلى الرغم من ذلك لا أحد يعرف عنهم شيئا. Although he was sick, he went to work. على الرغم من أنه مريض، لكنه ذهب إلى العمل. إذن كلها علاقات غير متوقعة. انتبهوا، هذه تتكرر كثيرا في الاختبارات الوزارية، على شرط اختيار متعدد تصحيح الخطأ أو اختيار الكلمة المناسبة. The restaurant is famous. However, the food is terrible. يعني المفترض أن المطعم ممتاز، لازم المفترض أن يكون الأكل جيد، لكن the food was is terrible. عشان كده استخدمنا however. Although she can speak French, she can't write it. على الرغم من أنها تتكلم الفرنسية، إلا أنها لا تكتبها أو تستطيع كتابتها. إذا انتبهوا لهذه الأدوات اللي هي however, although، نستخدمها عندما يكون هناك علاقة غير متوقعة أو مفاجأة بين طرفي المقاربة. ننتقل إلى آخر قاعدة هنا، المقارنة في حال اختلاف التضاد بين شيئين أو شخصين باستخدام where is. Where is أيضا تأتي بمعنى بينما، وهناك فرق بسيط بينها وبين however, although باستخدام، انتبهوا لذلك. Where is نستخدمها عندما تكون الجملة الثانية مخالفة أو فيها ما يخالف للجملة الأولى. قد نستخدمها أيضا في بداية الجملة أو في وسطها. Where is أحمد worked hard, his brother didn't. بينما أحمد عمل بجد، إلا أن أخوه لم يعمل أو لم يكن كذلك. إذا علاقة هنا شيئين متضادين، هناك تضاد، يعني أحمد عمل بجد وأخوه لم يعمل بجد. A square has four sides, whereas a triangle has three. بينما المربع لديه ثلاثة أضلاع، فالمثلث لديه ثلاثة، يعني هنا أربعة وهنا ثلاثة في اختلاف. I smoke, whereas my friend doesn't. يعني أنا أدخن بينما صديقي لا يدخن، يعني هناك اختلاف. ملاحظة مهمة أيضا، أتمنى الرجوع إلى الدرس السابق الذي شرحنا فيه وكان بعنوان An Unusual Animal. هناك بعض الأمثلة باللون الأحمر موضحة كتطبيق عملي في نص القراءة على كل هذه القواعد. هنا سؤال مهم في كتاب الواجب يتعلق بهذه القواعد، صفحة رقم 5. Read this paragraph about these three sisters, then complete the sentences. هو أعطاك نص هنا يتحدث عن ثلاث أخوات، ومطلوب عمل إكمال الفراغات، فتكون بالشكل التالي. أتمنى بداية إجابة السؤال، وبعد ذلك التأكد من هنا. هنا راح سيكون هنا younger than، يعني أشاب من أو أصغر من. هنا بين as وas، as tall as بنفس الطول. هنا the oldest الأكبر سنا، وهنا the youngest الأقل سنا. كيف أستطيع إجابة هذا السؤال؟ من خلال التركيز على الأعمار نورة وهدى، بشكل عام الأخوات وعائشة أيضا، وأقارن بين أعمارها وأكتب هذا الأكبر سنا، الأقل سنا، الأكثر عمرا، وهكذا. تمرين باء ب، write these sentences another way, use words from the box. نعطيك كلمات، تعيد صياغة هذه الجملة بطريقة أخرى، تستخدم most, like, seem, not, was. مثلا Bill's car is white and Richard's is blue. سيارة بيل بيضاء اللون وسيارة ريتشارد زرقاء اللون. إذا Richard's car is not the same color as Bill's. لن تكون بنفس اللون. استخدمنا هنا not the same. The same بس في حالة النفي، لأنها هنا لون أبيض وهنا لون أزرق. Two brothers, Ahmed and Hassan, got 90% in their English exam. كلاهما حصل على 90 درجة. كيف نعبر عن هذه بحسب القواعد التي درسناها؟ نستخدم هنا like
كمثل like حسن أحمد got 90% in the examination. إذن كلاهما حصل على 90. لا مثل حسن أحمد حصل أيضا على نفس الدرجة. My pen was not expensive but my friend has a very expensive one. يعني الذي قلم لم يكن بنفس الغلاء أو بنفس غلاء قلم صديقي. My pen was not as expensive as my friend's. نستخدمنا هنا as و as بينهما الصفة. استخدمنا not لأنهما ليسا بنفس الغلاء. There are three classes in year one. يعني ثلاثة صفوف أو ثلاثة دروس أو ثلاثة. Class A صف رقم واحد أو الأول 30 pupils. Sorry, 30 pupils. 30 تلميذ. Class B has 35 pupils and Class C 33 pupils. إذن نلاحظ اختلاف هنا 30 تلميذ 35 وهنا 33. إذن Class B كما نلاحظ 35 هو الأكبر. Has the most pupils. يعني فيه عدد أكبر من التلاميذ. استخدمنا the most. أتمنى هناك أيضا سؤال أخير فقرة C. Complete the sentences using however and although. هذا السؤال مهم جدا ويأتي بالاختبار الوزاري بنفس هذا الشكل. هنا مطلوب إكمال الفراغات بأداة however and or although. كما تلاحظون هنا football is a very popular game. However, not everybody enjoys it. هنا however أتت في وسط الجملة وممكن أيضا أن يكون هنا نقطة و H capital وبعد ال R comma نفس الشيء. Although I like fishing, I don't catch a lot of fish. هنا لا نستطيع استخدام however لأنها في بداية الجملة. على الرغم من أنني أحب الصيد إلا أنني لم أصطاد الكثير من الأسماك. The factory manager gets very angry sometimes. However, he is very good at his job. مدير المصنع هو ينزعج أو يغضب أحيانا لكنه على كل هو جيد في وظيفته. إذن هنا علاقة غير متوقعة استخدمنا however. كما قلنا however تأتي في نهاية الجملة. The book wasn't very interesting. I read it from start to finish. However, لم يكن كتاب شيقا إلا أنني قرأته من البداية إلى النهاية. Thank you very much, my dear students. We finished this part for today's grammar. أتمنى مراجعة هذه القواعد التي تطرقنا لها في هذه الحلقة. هنا من الصفحة الرابعة في كتاب الطالب كل هذه القواعد شرحناها بشكل موسع مع الأمثلة. أتمنى تستفيدوا منها. Thank you very much my dear students. I wish you all the best and see you in another episode. Bye.